ابراهيم شو تقولين حق خالد الخالدي؟ بحبه رجل محترم، كنت حقابله في مصر واسلم عليه، رحت انا جاي على الامارات. مشكوره يا ام ابراهيم، الله يخليك يطول بعمرك ان شاء الله ويحفظك. ان شاء الله اللي بشوفك في الامارات، ان ما شفتك في ام الدنيا فبشوفك في ام الكون كله. الامارات ام الكون، مصر ام الدنيا، والامارات ام الكون. بشوفك في ام في ام الكون بكبرها ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. كيف حالكم؟ شو اصبحتوا اليوم؟ من وقعده لان المفروض نسير القلعه يعني المصريين يسمونها القلعه. زين، القلعه هذه الله يحفظكم يسكرون الساعه 4، فلذلك نحن نازلين من وقت، وفي خاطري يسير القلعه هناك قصر قبر منو قصر منو وايدين يعني لا ما بينقص شيء ملك الله، يعني نجرب وين وصلنا. يلا نامس خلاص. ايه هناك وين وقفنا؟ هذاك وين وقفنا تونا؟ شو في السياره؟ وين ابوي؟ هاي يسمونها القلعه، هذه هي القلعه. القلعه عاد الحين هذا تصويرها من برا تبين مسير يومين، شو داخل، شو العلم، شو الخبر، شو هناك، كل هذا ان شاء الله من اوصل اللي يعرفه وقيس معرفتي ان شاء الله بحط قايد، بحط دليل سياحي داخل وبخبركم عاد اللي بعرف واللي حتى اللي ما عارف البطري. وكل انسان عاده اللي يوز له يسمعه، واللي ما يوز يحطك عنه. يلا برايكم. والله فتشي تبون الصدق من وين وقفتنا السياره اللي وصلنا هنا؟ فتشي يعني ما بسيط، تقريبا حوالي 400 متر او 350، ما بشيء بسيط يعني. والدنيا الوقت ما شيء زود حمو، تقريبا 33 درجة الحرارة. كل هالقلعة اللي تشوفونها اللي نحن فيها الحين ببتدي اصوركم كل شيء فيها. القلعة هذه من قلاع المعروفة ومشهورة في مصر، قلعة صلاح الدين الايوبي. وهذا المكان الله يحفظكم باننا محمد علي باشا هو اللي سوى البنك الرئيسي لمصر، يعني بما معناه كان ايامها ما شيء اسمه بنك، اسمه دار ضرب العملة. يعني يعني نحن نقول سكة ربية او سكة الدينار، او بما معناه انه المكان اللي يصنعون فيه العملة. فهذا هو مكان سك عملة مصر في هذاك الان في عهد الملكية محمد علي. هاي السرايا اسمها سرايا العدل، يعني عبارة مثل وزارة الاوقاف وين يحكمون على العرب عاد عرب ولا عيام، كل واحد هاك الوقت. الانسان اللي يسوي جرم هذا مكان البث في جريمته والحكم عليه، كان بريء ولا مجرم ما يندرى بعاده، الله يعلم المجرم وين. 723 سنه بنت القلعه هذه، باننها صلاح الدين الايوبي. ليش بناها؟ بناها بقرض، بس قرض عسكري، قرض عسكري كدفاع عن مصر، وهذه هي عباره اعلى منطقه في شنتيا مصر، فلذلك بنوا المكان هذا كمكان مرتفع لانه يشرف على كل معالم مصر. وايد العرب اللي تسمع جبل المقطم وراحوا ما ادري منو انتحروا من على جبل المقطم، وما ادري شو سووا في جبل المقطم، وما ادري شو كل جبل المقطم كل بالاشياء السلبيه. الايجابي في جبل المقطم انه شفت لي القص هذا، الحصى المقصوص هذا كله اللي تشوفونه، هذا كله ابوي بانين المكان هذا اللي نحن فيه، كل هالحصى الكبره من اليبل هذا المقصوص. يعني مش بس سلبي، ايجابي زياده عن اللزوم. يعني يبل مخلينا وانه بس والله يصيروني تحرون منه، بس هاي المعلومه هي اللي ابوي قاصين الحصى هذا اللي تشوفونها، كل اليبل هالمقصوص مليون ادمي وادمي يشتغلين فيه، يقصون حصى ويسوقون حق هالجلعه اللي ما شي كبرها، حق شو يبنون به القلعه اللي يحافظون فيها على مصر واهل مصر. اسباب الله يحفظكم اللي اختار صلاح الدين الايوبي المكان هذا وبنى فيه القلعة والحصن هذا يخلي جهه حربيه، يعني دفاع عن مصر واهلها. اختار المكان هذا مبني والطريق يابا، ويقول لك طير الطير هذا اول شيء ذبحوه كروكرتين وحطوه لمده اول يوم ورا اليبل، يوم حطوه ورا اليبل
قطا في يوم واحد. يوم عدى نهار ثاني قص كره ابوي بعد طير من غير، ويابوا المنطقه اللي نحن فيها حاليا هذه. وبنحطه 3 ايام لين قطا، معناته ان المنطقه هذه اقل رطوبه واقل عفان، والانسان ما يعول وايد من هالمكان. فهمي؟ يلا بارك الله، اللي منا فهمي خبرني عاد على هالرطينه كلها منا فهمي. يا ويلكم السلطان كامل ابن العادل وبهاء الدين قرقوش يقول لك هم اللي ابوي بنوا السور كملوه عقب، لان توفى حياه صلاح الدين وهو ابوي بعد ما انجز المشروع اللي بيسويه، مات مشروع هالمتن، هاي بال ابوي دهر لين الواحد يخلصه، هالمتن مشروع يعني بهالعظمه وبهالكميه وهاك الايام اشياءهم كلها بدائيه كلها باليد، ما شيء معدات. فلذلك ابوي توفى صلاح الدين الايوبي رحمه الله عليه، واللي اتموا البناء النائبين مالي له باثنين اتم. خطفنا الله يحفظكم 500 سنه على هالوقت. يا عاد محمد علي باشا، يوم يا محمد علي باشا ابوي عدل الدنيا ورممها وزينها وسوى المسايد وسوى الدنيا كلها، وهو اللي سوى اللي تشوفون الاشياء والنقوش وسوى الكماليات مثل يعني الديكورات والرخام والتعشيق والاشياء، لانه بكون انه جاي في بال شيء وايد فرتب الشيء على مزاجه، فسوى كل هالديكورات اللي هو يباها على مزاجه، فكل اللمسات الحاليه الموجوده في هالمكان من شغل محمد علي باشا. دخلت مسجد محمد علي باشا، هذا باب الدخول حرس، ولازم ابوي تعق نعولك، لازم تعق نعولك وتعق جواتيك وتعق ما فضل عنك. ها على هالحاله، هذا حينه احنا دخلنا مسجد محمد علي باشا. مثل ما اتفقنا ترى اللي باني القلعه واللي تعرفونه صلاح الدين الايوبي، لكن اللي بنى المسجد هذا اللي تشوفونه محمد علي باشا. محمد علي باشا هو اللي بنى المسجد هذا. وين جاي بالفكره؟ جاي بالفكره من تركيا، جاي بالفكره من تركيا، من مسجد السلطان احمد. من مسجد السلطان احمد اللي في وين؟ اللي في تنتيه تركيا، وياب وسوى اخوه بالضبط. ترى محمد علي باشا كيف شو اللي سوى؟ عنده امور ما شي شراته، وعنده بصرته ما يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. شو سوى؟ على جاب الفكره هاي مالت المسيد، وبيسوي فكره المسيد وبيقرر يسوي المسيد، لكن على شرط شو؟ يبغي للاستدامه. ما تشوفون احنا في دوله الامارات كل شيء اول شيء يفكرون شيء في الاستدامه، ترى ما يابوا الفكره عبر، يابوا الفكره الله يسوي بعد دراسه قويه وكبيره، ان يعني يشوفون الشيء اللي يدوم ويه الله سبحانه وتعالى. لكن لازم انك تفكر شو اللي يخلي الشيء يدوم للاستدامه. اول ما يا محمد علي شاف الشو، شاف الاهرامات، شيء اهرامات صغيره، لصغارها شو سوابهن؟ قال مدام هالاهرامات عايشات من الاف السنين، انا ابوي بسوي ابوي المسيد من حجر الاهرامات. فشو سوى؟ كسر الاهرامات، كم من هرم غير هاي الكبار، كم من واحد هلا، وهلا تشوفون الحصن مبناي كله من حجر الاهرام اللي كسرهن الاصليات، اللي كسرهن كسر ابوي الاصليات وياب الحصه مالهن على ما تشوفون، وبنابه المسيد ماله روحه. فلذلك تم من عقب اراده الله مقاومه، يعني اختيار الشيء الصح وبنوه في الشيء الصح، فلذلك تم مقاوم الزلازل والطهف والامطار والطوفان وطحنه الزمان، فلذلك رب العالمين جعل انه يتم المسجد كاستدامه. فلذلك اي شيء فيه استدامه هو الشيء الزين. ما يدري احس صوتي زين ولا لا، لانه هو انس، انس هو اسمع هو. فلذلك العلم عند الله. اللي تشوفون هذا برج الساعه، ملك فرنسا بجلاله غدره هاك الايام، نسيت عاد شو اسمه، مهدنا الملك محمد علي. شلجل يبقى القرب منه، اقولكم كل حد يبقى قربهم هالمصر، ترى سلاطين وملوك ودنيا. وهذا تشوفونه مكان الوضوء مال منو؟ مال قوم سربجي وقوم ها، لا مال الناس يعني كبارات البلد على ما قالوا هالمصر، والناس الاعيان، هذا مكان الوضوء مالهم، هذا مكان الوضوء مالهم. وهذا البرج ابوي برج الساعه من ملك فرنسا حق محمد علي باشا. بارك الله فيكم. 52 عمود عدد اسابيع السنه، منو يقدر يفكر بصاير المصريين؟ انتم ترومون،
ما حد يروم عليهم أبوي في الدنيا العودة غير الله سبحانه وتعالى، مثل ما قالوا المصريين ما يقدرش على الأوي إلا الأوي. انزين 99 قبة فوق على أسماء الله الحسنى، على أسماء الله الحسنى الجديد اللي فوق المسجد هالي تشوفونهم 99 قبة، كل قبة باسم من أسماء الله الحسنى. شوف أنت أقولكم هذا شيء معروف بديهي، معروف أن أسماء الله الحسنى 99. يا غير العمدان وين تفيقه ويسوونها عمدان بعدد أسامي بعدد أسابيع السنة. شوفوا كيف يتم البصرة، يبون الامتياز. فلذلك ما تشوفوا الإمارات كل شيء يدورون، ما يبون حد يشابههم في شيء، كل شيء رقم الأواحد الأول الأول الأول، يبون الامتياز في كل شيء. وهذا اللي يدوم، اللي يدوم من بعد الله سبحانه وتعالى، يوم تسوي شيء إنجاز من خاطر. فالإمارات سبحانك يا رب ما أخذ القدوة في الأشياء اللي تدوم، شيء في استدامة، شيء في جودة، شيء في ما له شبيه، شيء مفنود، شيء ما حد عنده شراته، هي اللي تسوي الإمارات. فلذلك الإمارات مميزة شعبا وحكومة وقلبا وقالب. بارك الله فيكم. ما يندرى شو وايد كني رمست، لكن أظني كله صح. يلا برايكم الله يحفظكم. وين مكان المسوح؟ ليش صورتها المكان المسوح النمونة؟ على أساس أني أطلع المكان هذا المدخل مال الجامع. هذا مدخل الجامع. أنا ما تشوفه. هذا بعد واحد من يلغ. ها ترى اليلغة. هذه هي اليلغة اللي تخرب الدنيا كلها. لبرا. هذا الهاتف سنين هالنمون، وما أقولكم والله ما حد أبهس عنهم، أبهس عنهم في الدنيا العود ما حد. يا ربي ما قواك انكم رمت تسوون هذا كله من هذاك الوقت لين الحين. ها سبحانك يا رب سبحانك يا رب. هذا يعلى الله يحفظكم قبر محمد علي باشا، هو موصي قبل ما يتوفى في وصيته ان ابويه مت انكم تدفنوني في مسيدية. يا غير وصى انكم ما تدفنوني جبله، هذاك هاي جبله، هاي جبله المسيد، لا قال في الطرف هذا في الركن هذا اخر ركن، عسى بتكون الجبله جدا مكه شرف الله، الجبله جدا مكه. والله انه زيغني. شوف انت كيف غيروه هذا، ايه هروح اللي يكبر تحريك يده من صدق عدل اذان اصلا. ما اقول عنكم شيء والله العظيم. هذا ابوي قبره محمد علي باشا. الحين عدل اذان صدقي. ثلاثمية وخمسة وستين يوم في السنة. فلذلك حاطين 365 لمبة، 365 لمبة بعدد أيام السنة. شوفوا مبصرهم وحاطين على الله يحفظكم اللي تشوفونهن أربع عمدان بس محطوط على كل عمود فوق. ها على ما تشوفون عالي كل عمود اسم من أسامي الخلفاء الراشدين اللي هم يعلى الله يحفظكم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا عثمان بن عفان على كل آلي عمود، لأن حط الأعمدة هذه ترى الأربع أعمدة هن الوحيدين اللي شايلين المسيد هاي اللي تشوفونه، لأن يرمز إلى قوة الخلفاء الراشدين أنهم اللي حملوا الرسالة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فحافظوا على أهم رسالة سماوية نزلت في الكون. الخديوي إسماعيل هو اللي حط الكهرباء ترى في المسجد. الخديوي إسماعيل هو اللي حط الكهرباء. شو السبب؟ لأن الأول الإضاءة كانت كلها بالشمع، كلها بالشمع. الإضاءة هاك السنين كلها بالشموع. يا غير حين من حكام الخديوي إسماعيل
هو حط بويه الكهرباء وبندوا عاد الشموع من خلاص طاحت الكهرباء. شوف كل هالعرب تصير تصلي الا هذا، ليش ما تبى تصلي؟ ما تعتنق الاسلام يعني؟ متى؟ يا الله يبحثك يا ويلك من الله جهل والله في الدرك الاسفل. ليش اللي حكي ليش ما تصلي؟ متى؟ لا الحول حولت عينك. استغفر الله العظيم. عاد نحن ابوي مصلي جمع وقصر تقديم، وهو والله يا ابو عيسى وانا اقرا له في ابنيه كل هالعرب تصلي الا هو، والله ساعات يصلي ترى اتضح انه تمثيل هاك الايام صلاته. اي مسجد في الدنيا العوده شيء في منبر واحد، منبر واحد الا مسجد محمد علي باشا في منبرين. شو السبب؟ هذا محمد علي باشا روح ابان لنا يوم بناه حط المنبر ماله. منو اللي تخلف اخلاف؟ خلفه الملك فاروق. فالملك اي من الملوك من كثر الدين اللي فيهم الورع اي شيء لازم يتركون بصمه في الدين انهم سووا شيء لصالح الدين، فحط سوى منبر ثاني روحه يحمل اسمه ان هذا انجاز الملك فاروق. الملك فاروق اضاف في البسيد هذا مسيد يده المنبر هذا والباب هذا. الحين شرات حد من العرب لبهات وليدود يسوون الصيت والسمعه الطيبه ويجون الاحفاد وعيالهم وعيال عيالهم يسوون الشيء اللي يخرب صيت بهاتهم ويدودهم. يعني الحين هذا مثلا سوى شيء لصالح فاروق، سوى شيء لصالح يده، فشيء زود شيء من فعل الخير في حب الله. مش رياء، ضروري يعرف انه في حب الله. فرق بين انك تسوي شيء رياء وشوفوني وانا اسوي واسوي، لا اللي بتسوي شيء تسوي في حب الله، معروف انك انت شو تسوي شو ما تسوي في حياتك العمليه واليوميه، ما له داعي المغالطه. اللي تشوفونها ها هاي يسموها دكه المبلغ، يعني بما معناه دكه، نحن نسميها دكه، المصريين يسمونها دكه. دكه المبلغ، اي شيء فرماني امر من الملك يحطون اي المبلغ يركب ابوه فوق هاي ويجلس عاده رب لي خالج اني يحط اصبوعه في اذنيه ويبلغ امه لا اله الا الله لي داخل حرم المسجد من داخل ولي في الصحن من خارج. في هذاك الوقت ما كان فيه ميكروفونات، فالاقامه والاذان من تحت. شفتوا هاي الثريا العوده المصريين يسمونها نقفه، تحت النقفه هاي من الواحد يقول كلمه صدى مالها يترنم في جميع انحاء القلعه. من الواحد يذكر الله اللي تحت القلعه هذه تحت الثريا الصوت يترنم ويصيح الاشارات تقول ميكروفون. شفتوا لي قبل شويه ترى الرجال ترى يسوي تيست ترى صادق. انا اقول في خاطري ها شو يا يد قبل شيء وبعده الصنطوانه هذه وراها القبر. قبر منو؟ قبر محمد علي باشا. والصنطوانه هاي ما وراها قبر، وراها بعد من برا. شفت الباب هذا وين دخلنا؟ من الاطراف، الطرف اليمين والطرف اليسار، شيء بيبان اثنين تخبر عنها. اقول شو مال هالبيبان؟ قالوا هاي يدخلن الحرم. ترى ما يدخلن حرم المسجد من داخل، يدخلن الحرم اللي فوق. هذا تشوفون اللي فوق مكان دور ما دار الجامع. هذا ابوي يشل حريم بس للنساء يصلن فوق، مصلى خاص للنساء وقت اقامه الصلاه يدخلن ويصلن. شوف سبحانك يا رب. ها كان عرضه اكثر عن 20 متر، ها نفس العرض هذا تشوفونه من الصنطوانه للباب نفس الشيء. هذا يعلى الله يحفظكم، انا ما صورت لكم زين. ها في قمه الجامع فوق كل عمود، هاي عاد اسامي الخلفاء الراشدين. ادري يا غير ما صورت زين. هذا اسم ابو بكر رضي الله عنه، وهذا اسم سيدنا عمر رضي الله عنه، وهذا اسم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا اسم يعلى الله يحفظكم سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ظهرنا عاد الحين من هذا باب جانبي على فكره. هذا يظهرك تشوف مصر كلها، مصر كلها تشوفها تحتك، كلها مصر. ها على ما تشوفون كلها مصر تشوفها، على ما قالوا على مد النظر. اللي على اليسار هذا على الله يسلمكم
مسيد السلطان حسن، هذا ما في اي شيء، بس مسيد عادي على ما تشوفون، مسيد قديم ما شيء معنا غير اللي على اليمين، مسجد احمد الرفاعي. احمد الرفاعي الله يحفظكم، في داخله مدفون الاسره المالكه، الاسره المالكه مثلا زوجات الخديوي اسماعيل، الملكه فوزيه والملكه ناظلي، وخلاف بعد يا الله يحفظكم الملكه جوهره زوجة محمد علي باشا اللي هو مؤسس مصر الحديثه، اللي هو نفسه هو اللي باني الجامع هذا، هذا مسجد محمد علي باشا، هو حرمته اندفنت بعد ويا الاسره المالكه اللي هي اسمها يا الله يحفظكم جوهره، في عهد حياه انور السادات الله يغفر له الشاه، انشا استوت عليه ثوره في ايران انزين، وفقير تيلا وطلب اللجوء السياسي في مصر في عهد انور السادات يلا الله يغفر له، ويوم توفى كراما له ولان انسان مسلم خاف من الله محمد رضا بهلوي نش ابويه انور السادات يعلى الله ان شاء الله ياجره عن كل عمل خير سواه، ودفن ابويه في نفس العدال في الحرم مال المسيد من داخل، يعني حطه هو مع الاسره المالكه يعني من كثر يعني سبحانك يا رب، شوف حيث ان انور السادات مسلم وخايف من الله احترم حتى ضيفه حتى من عقب ما ماته، ما قال ابوي كد مات حينه شو بيبدني منه، لا قال حتى من عقب ما ماته اكرمه وحطه في مدافن الاسره المالكه، شيء بالله عليكم وفى سنمونه، يوم يقولون المصريين 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 وافين وافين ثم وافين، اللي يايزل له مرحبا واللي هب يايزل له ابوي يدور له ابوي يدار عود يرقع راسه فيه، شو سبحان الله اختيارهم للموقع هذا على اساس يكون برج مراقبه، شو الحين نحن وين؟ وزاره الخارجيه المصريه هذه على مد النظر تشوفها مره تنهد له تحتك، جراند حياه عدالها وبرج القاهره والاهرامات، ها شوف ابدا على مد النظر تشوف الحين قدامك الاهرامات، يقولون في التاريخ مكتوب ان الاهرامات تبعد عن المكان اللي انا فيه 720 كيلو متر، لكن انا اشوف العين اشوفها يعني مش اكثر عن اذا اكثر شيء ما تزيد عن 30 كيلو يعني 50، لكن 720 ما ادري كيف انكتبت شيء عندهم يعني كيف مذكوره بالكتب، شو السبب ما ادري، اكيد لهم مقياس معين والعلم عند الله، بارك الله فيكم. اعتقد سبب ذكر الرقم هذا اللي هو 720 كيلو من المقطم لين الاهرامات يعني عشان يراوكم كيف الناس تعبت في نقل الاحجار هاي وقت ما شيء لا عربات لا قطارات لا نشاتيل، كيف يابوا هالصخور الكبيره لين هالمكان، الحين انت تشل ثيابك ولا تليفونك وياك تتعايز، ما بالك جايبين 720 كيلو مسافه شالين هالحصى وقت لا شيء ابوي لا قطار لا باص لا نتشال لا عريبيا لا همك الله لا هم يحزنون. هذا يعني الله يحفظكم قصر محمد علي، قصر محمد علي مسمنه قصر الجوهره، شو السبب؟ من كثر ما هو متولع فيها ويعشق الارض اللي تمشي عليها، يقولون وايدات الروايات انه او انه الملك كان ماخذ اكثر عن حرمه، والمعلومه هذه ان كله مش صحيح، لانه مسمي القصر من كثر محبته لها مسمي القصر قصر الجوهره، وما في شيء جابرنا انه ما يقول الصدق، ترى ملك بعد الملك بيغبيه ولا بيتروع من حرمته؟ ما بيتروع، سمى ابوي قصرها باسمها وما شيء الا هو هذا القصر الوحيد. من استوت الدنيا اللي سبب الانقلابات وسبب المشاكل اللي في الكون الخيانة، في كل حكومات الدنيا اللي استوت سبب المصايب كلها الخيانة، فمن ذكائه اللي هو محمد علي شو مسوي؟ مسوي عمود داخل في نص البرزة، نص برزة اللي هو فيها مسوي عمود، العمود هذا متفق مع واحد من الخدام اللي عنده من خدامه، فشي يسوي كل 10 دقائق يجيب قطرة ماء ويصب على هاك العمود. شو النيشان ان انت يا محمد علي تراك في خطر، يجي هاك الخادم ويصب ماء كمية كبيرة على العمود
شو اللي يستوي هاك الوقت؟ يشعر الملك انه في خطر جاي، حد من اللي زايرين المسيد ناوي خيانه، ولا حد من الزوار اللي معطايين الامان، ولا الوزراء، ولا يعني حد من اللي موجودين ابتدى في الخيانه. فش اللي يسوي؟ يعني على اتفاق المصريين انه دلء المي بطريقه قويه، يعني يعني بدا ما يصب استكانه ماي ولا فنيال ماء داخل على العمود هذاك، يشب طاسه غسول كامله على العمود هاك. فشو ما يحسون الناس ان في شيء مستوي، في حركه خيانه في القصر، فشيء سرداب موجود من داخل بيتك انت، روحك يا الجوهره داخل فلة الجوهره، شيء سرداب يظهر ابوي الملك من تحت لين جبل مقطم، سرداب مخموم وملقوط منظف معطر دبه الحياه، لجل لان مكان في خيانات تسوي خيانه ولا شياته، فيشل بعمره يا روح ما بعدك روح، فر بالروح العزيزه، ما يعب ولا يقوص هني وينبر هناك. سرداب موجود لين اليوم ولين باكر. يلا بعد بس عليكم. الملك فاروق كان انسان ابويه ما يحب الا حربته، ما براعي لا خيانات ولا سير ولا راعي لعب لا شرق ولا غرب، يا غير الخديوي واسماعيل. اوه في راسي يقول لك حب ما انطحن، في راسي حب ما انطحن وقلبه خضر لين اخر ايامه. راسه في ابويه طريق الهرم شرق وغرب حق منو عاد؟ محمد علي باشا ما كان راعي سير وراعي يي وراعي مغازل وراعي قلب خضر، يا غير الخديوي اسماعيل. الخديوي اسماعيل يقول لك ما يخلي شيء يشفي حتى على كل حد، مره ما عنده صيد وادينا حلال مثل تلقى في ما يصنعون. انزين فرصف شارع الهرم بكبره لاجل منو؟ لاجل ملكه اسبانيا. يوميت ملكه اسبانيا جت تفتتح قناه السويس وقالت في خاطري اشوف الهرم، واشهد انه رصف شارع الهرم من اوله لين اخره، قمض برج يومين 3 ايام 15 يوم، حد يقول 13 يوم، رصفوا الشارع بكبره مخصوص لاجل ما تتعب ملكه اسبانيا. ملكه اسبانيا ما يبالها التعب والقربان، يبالها ابوي الراحه، فرصف لها شارع الهرم كامل لاجل يوم بتزور الهرم. 320 سنه كانت مصر تدار وتحكم من هالمكان من القلعه. ما في عدل في لسان القلعه. القلعه زين هل نحن فيها 320 سنه، ويوم ابوي حكم الخديوي اسماعيل حيث ان في راسي حب ما انطحن، اشهد ان ابوي شل حكم لين قصر عابدين، وسووا ابوي ازم يدير البلاد من قصر عابدين. شوفوا مقواه اسمي في اقولكم. جيت قبل هالوقت المكان هذا؟ مرة واحدة. متى؟ من 20 سنة. صدق والله؟ اه والله. ليش؟ كده ما جيت في رحلة أنا مع أصحابي وكده، ما رحتش ما جتش تاني يعني. ليه؟ هو إيه كده مش عايز أجي أجي أعمل إيه؟ أنا جاي معاك أنت، وجيت مع أصحابي قبل كده بس. يعني من 20 سنة ما جيت هالمكان؟ اه. ما بمشيش من هنا. ما بعد ده لبيتكم. عشان الشمس. الله العظيم شو اقول لكم؟ الله العظيم نمونا. بقول لكم الله رحمنا باوبر، اوبر من سووه وايد شيء ايجابي، يعني ابتديت يعني انا من النوع اللي ما اقهر الصدع والديانه ويعني والدريول اللي يدوخ سيجاره وما ادري شو، فلذلك ما شاء الله هاي الدريوليات اوبر مؤدبين، من تركب معاهم لا كلمه عويا ولا مستظله، فلذلك يعني يعني هاي رحمه من الله سبحانه وتعالى انك تركب ويا دريول لا يدوخ سيجاره ولا يفاتن ولا يتليوت ولا شياته، فهاي روحها نعمه ما يثمنها الا اللي يا مصر وجرب كاسي العاديات وجرب ابوي الفرق بين العادي وبين الاوبر. يلا ولا ايه يا محسن؟ تمام كده يا باشا. يا راجل وايد. انا اقول حق محسن نعم. اقول له نبي نسير العتبه مكان هيصه وشي فنان، ما وعيت بده مودني هذا الشارع. شو اسم الشارع هذا؟ شارع عدلي. شارع عدلي. اقول ابوي هذا الشارع ما فيه لا انت وسط البلد؟ وسط البلد، انا اريد وين الاوادم وين الناس، وين تودني مكان
صخه وما ادري شو. انا ظاهر ابويا اديك مكان الواقي. انا ما اريد اهم كراقي، انا ثائر ابوياي مصر حق هالقرقعه. اي نعم بياي حق ابوي العتبه. شو اي والله روح مالتي كده. هاي الفلوس حلال بالثلاثه ب 105، بالثلاثه ب 105، ايوه ولا سنتين ب 105، ثلاث سنتات ب 105. رحت فين يا محسن؟ يا هلا ولا هذا ابوي العتبه. العتبه يا العتبه هذا ابوي العتبه بارك الله فيك. ابدا ابوي كل هالعالم ابوي مبرزه، كلنا ابوي يبيع ويشتري اللي تباه موجود. ثلاث بناطلين بخمسين جنيه ثلاثه الله يديم الرخص. 105 كم؟ 105 مره ثانيه؟ 105 يا سلام يا صوتك الله كروان. لا بلاك ما تسوي لك بسطه انت. ها؟ ثلاثه ب 105. يا ربي انا هذا اللي يجيبني ترى اللي يجيبني العتبه والعتبه. انا حبتي في هالعالم تيول وصول وتيول تشوف خلق الله وتتعظ تشوف الناس كيف عايشه، الناس شو حالتها وانت شو حالتهم. هاي نعمه، نحن والله ان في نعمه، نحن في نعمه ما يعلم بقدرها الا اللي فاقدنها. نحن في نعمه ما يعلم بقدرها الا اللي فاقدنها. اللهم لك الحمد. فرحانين ومبسوطين اللي وادم. شوفوا شيء بناطلين حتى بخمسة جنيه، بعشرة جنيه، بعشرة جنيه تدرون كم؟ ربيتين. لا ربيتين ترى، شيء بطلون بربيتين. يقولك والله ما بلاقي شيء يستر عمره، ما عندك ربيتين؟ عندك ربيتين، يا غير انت ما تبى، عيب انك وضع انك تغدي تنظر للي عند غيرك. وتبع الماركات وتبع الاسم والصيت والسمعه. لا 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 شيء جميل ومتعه، احس بمتعه يوم اتمشى في هالاماكن. ها عراقه وتاريخ وزين وشين والناس تضحك وتبيع وتشتري. ها شوف العالم شو تبارك الرحمن شو ما شاء الله شو ما شاء الله. يعني افواج العالم شوفوا الدنيا هاي ما زينه ومحلات هالبيوت. هاي العتبة والعتبة، هذه العتبة العتبة قزاز والسلم نيل ونيل وين. هي والله هي غنية حلوة حينها بعد، إن شاء الله أني ألقطها حينها. هي والله أنت أظني تغنيها عايد الشاعر. ها شوف هذه هي المتعة. أنا عيبني هالنمونة، هاي مصر ومصر، هاي اللي بيصير مصري هالنمونة. لك عماتي هذه أما والويل شير ولا اللي ما تروم تمشي ولا اللي تمشي تتدربه، شيء جميل. شوف الله عليكم، شوف الله عليكم، شوف شوف الزين، شوف الزين، شوف الزين، شوف الزين، شيء جميل. سوق العتبه هذا والله يا ابو كل ما اصبر عنه. على كل ماي لازم يسوق العتبه، الماي يسوق العتبه ما تنيت كنت يا مصر. هذا ها هذا اللي تسمعونه. يا سلام سلم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أمة لا إله إلا الله يوم في مصر ما شيء أمة لا إله إلا الله، وين بتلقطهم؟ لا إله إلا الله تحرى يوم من أيام الحشر. شوفوا هالمبنى، شوفوا هالمبنى والله لو في مكان ثاني لا يستوى لحن ورنه. ما أدري شو مكتوب تحته، شو ها؟ شو مكتوب؟ محسن شو اسمه؟ شو مكتوب فوق؟ تريانو؟ ايه؟ بينك؟ شوف الله عليك 100 سنة بعد استغي معلومة من وراك انت؟ اكيد لا يا رب. يا الله سبحانك يا رب. أمم لا إله إلا الله. لك اللي بي عاد لازم يكون مرن، ما بجوت مرصاص وشيء محزق، لا كله يعني خري مري. عندي له شيء يعني لابس شيء حديقة العتبة في عهد الفتاح السيسي وما وش قال سؤال الافتتاح. شو حيث انه الاشياء الجديده طلع منظف المكان. هاي ابوي كله هذا عهد السيسي، هذا ابوي عهد السيسي جاب الاشياء اللي تلق ومن هناك. ها هذا عاده
ما قبل السيسي، ما قبل وما بعد السيسي فارق ترى من يوم يرويك ما بعد السيسي، ما قبل السيسي، هذا ما قبل السيسي، وهذا ابوي ما بعد السيسي، فارق السمع اللر. يلا بارك الله فيكم، والذيب بالإشارة يفهم. ياركم الله. المسكي والمسكي والمسكي، هذا ابوي المسكي، هذا ابوي قسم شرطة المسكي. كم مرة تمسكت فيها محسن؟ ولا مرة. ما تجب ولا مرة. احلف قسم بعيد الله ولا مرة. والله عدلت ليه يعني مسكوها أنا. لا يارك الله. شوف الله عليكم هذه المكان هذا. شو هناك حسين؟ شو عبد العزيز؟ حياتك عربائية ومبيضاء. منو عبد العزيز عادة؟ هو اسمه ساعة كده. ما له اسم غيره؟ شو الحديقة اللي خبرهم عنها؟ مرة مقابل شرطة المسكي. شو ما شاء الله نظافة وشيء فنان. ودي المطافي. أي مطافي؟ اللي هي جنب التسمية. هذا منك المطافي وهذا مركز الشرطة. عقبال ما اشوف اللي بالك فيه. لا بعد الشرط. لا اطريع لي انا. في سالفة اليوم تواقعنا ويا علي ونقمنا وسار وحين عاد دقينا. الله يحفظكم قسم شرطة المسكي، وهذا الله يحفظكم شارع محمد علي، شارع محمد علي وما أدراك ما شارع محمد علي. خاف عاد بخبركم عن علومة شارع محمد علي، علوم شارع محمد علي في الأفلام كلها موجود، فيلم درب الهوى وفيلم خمسة باب وفيلم شو بعد محسن؟ أنت ما تعرف شيء؟ لا مش موجود أيام محمد علي. شيء جميل يعني حس بمتعة. وين الرياض طيب مكتوب فيها شارع محمد علي؟ شو هالدنيا المعزينة؟ شو هالبقى؟ هذا شارع محمد علي حينه، هذا مكانهم الأصلي وين؟ بيوت العديد اللي عنده عرس بيستوي، ولا اللي عنده حفلة، ولا عنده ختان، ولا خطبة، ولا عندهم احتفال، يعني بأي مناسبة من المناسبات أيون أبوي هالمكان يتفقون عادوي هالبالعديد. هالبالعديد حالهم حال أي بلاد من بلادين الناس، البلدان اللي من غير، يعني كل بلاد فيها عديد فرق، يعني الفرق يعني عديد. الحين يوم يستوي عرس ولا شيات ما يصيروا عند هالبالعديد، صاروا عند هالبالليوة. الليوة عده، العيالة عده، الحربية عده، المديمة، المكوارة، كل هاي يسمونها عديد، المعلايل والهبان النوبان اللرو طحنة الزمان كلهن ابويها يسمونها عديد. عندهم في مصر مليون عده وعده، مليون فرقة وفرقة. هذا المكان الرئيسي مالهن اللي ياخذون رقاصات من يتفقون ويا الرقاصة، تعالي نباس ترقصين ابوي في عرسنا ولا في ختاننا. يتفقون وقت اللي خطف يجونها بالمعاريس وطرشوا حدا دري وليتهم ولا شياته، وصار حق الرقاصة روحها ولا حق صبي العلمة، واتفقوا وياها وخلصوا. انزين الحين لا، وكيل اعمال الفنانة، ما يعترفونها رقاصة، لا الحين وكيل اعمال الفنانة، وعنده مكتب وطحنة الزمان. ولا الاول ابوي لا يفتح حلها العمدان، لا في كف من رحم، الله يرحم من يرحمه، بالبانت وشكو شكو شكو شكو، ويتفقون ويا ابوي هب العديد، العديد يعني يتفقون ويا يكون هذا هو رئيسهم، رئيس الفرقة، يتفقون ويا الاول ويتقاصون ويا على السعر، وتبوا تطحن لين هذا من بعشاهم يمزرون بطونهم ويصيرون بلاي بيزات، ما شي بيزات، يا تجذب منهن اللي تبغى تاخذ بيزات، بلاي بيزات ابوي، هي لا بلاي بيزات بحق، لا ما حد يعطي بيزات، تعال ابوي بنعشيك انت وعد. بوكس الشرطة، بوكس الشرطة، هذا يقولك لم يلمهم بوكس الشرطة، هذا أبوي اللي يلمهم. هذا الجديد عاد، هاك الأول، هذا بوكس الشرطة عاد الأولي المتعارف عليه. محسن من غير كذ، كم مرة لمك بوكس الشرطة من غير كذ؟ ولا مرة. يا الله ما تشذبك، ليش تشذب؟ عدت ليه ولا كنت عدت بسرعة؟ لا يا رك الله، أنا بروحهم بريد. انا قلت سلم روحك من اي محل يعطيه لمك. احب الاعتراف. اقول لك، اقولكم نحن ابوي تناقمنا من ساعه الظهر، هذا ابوي بيصير ويانا القلعه
وعقب ابويا وانا قايل له لا يسوي شيء، سوى العكس اللي اقول له وتواقعت وياه. بذمتك سويت ايه عكس؟ نحن انا سويت عكس. نحن متشارطين انك ما تستلم التليفون. أوكي. ما تمسك التليفون وانا موجود. برافو عليك. انزين. انت اللي امسك التليفون اعمل ايه؟ انزين نسيت مشكلتي انا بقى. انزين نحن قايل له يوم انا موجود خلاص خلاص يعني التليفون. مش عند انا. انزين ما زهايمر صراحة احنا كبرنا بقى. انزين حبيبي انا ما انزين ما عليه ما عليه يلا امشي عفيت امشي. انزين ها وين هذا ها اثنين واحد على يميني وواحد على يساري. اقول لكم بنسير الحين نتغدى تونا تونا دقينا على تليفون وها عشان جاي يعني عندهم شيء ما عليكم. لا والله انزين انا جاي عشان اكل اطباق بعد. اقول لكم بنسير نتغدى في الفيش ماركت ان شاء الله. كم من يوم نحن ناكل لحوم وحمام وهذا اليوم بنسير ايه اليوم بنسير الله يسلمكم ناكل سمك سمك يلا ركز. يلا مع السلامه. من نوصل هناك تعال نحن مصورين مال الفيش ماركت. كم من يوم ما في داعي حق التصوير. اللبس ده ما كانش موجود في الفيش ماركت. اللبس ده ما كانش موجود في الفيش ماركت. كم وصلت الحين جدا الفندق نزلت محسن قلت لي اعطي سامان الكونسيرج هذا الكونسيرج اساس يودون السامان اللي اخذناه الغرفه ماخذ قلابيات حقه وصلاح المراد. تذكرت علي يقول لي انت قال بتحط مدامك وصلت العتبه قزات العتبه حط حق جمهورك اغنيه العتبه يلا سمعوها عاده عليكم. محمد مساك الله بنور والسرور صراحة يعني يوم صورت اليوم في مصر في كوبري الثاني في الاسكندرية ذكرتنا بأيام أول كنا سنة 2008 ندرس في جامعة الاسكندرية لكن أجواء عاد حكينا في المطعم ها خطوات أبوي باخر معرسين حليلهم حليلهم يا حليلهم عريس هاي العادة شالين ابوي عروس شالين عروس ابو بها حليل هالعروس عن المكياج عن المكياج يختلف عن الرقيص الوايد حليل لكم ابويا تدين عاد الفيش ماركت تحيدون هذا ضارينني ظاهر الاعلان ايه زين غدينا اي واحد منها اللي عدال فور سيزن اللي في اللي في الجيزه اللي عدال وين حديقه الحيوانات والله كلهم زين كنت طلبت اليوم من عندهم سلما سلطه اللي كان اخير سلطه عندهم طحينيه بالرنقه اللي بيجي في الماركت يطلب طحينيه بالرنقه تصدق عن كل شيء ويا خبزتي حار تاكله شيء غريب عجيب ممكن تاكله وتجيب السمك والله فكرنا بسمعنا اول بادي اي والله اقول لكم سايرين الحين بنين السلم هيك اللي ياكله بسنا السكان الله اكبر رد الفن عاده ان شاء الله والحين عايز العالم ابوي الدنيا مرتبشه مرتبشه مصر ها شايفيني العالم؟ خلق الله ما خلق مساكم الله بالخير يعني الله يحفظكم. شو بقولكم عندي موضوع يضحك ويبكي ويزعل ويفرح وشو بقولكم متجامعة فيه كل الصفات اللي في الدنيا العودة كلها متواصلة فيها متجامعة فيها الموضوع موضوع الحسد. موضوع الحسد يعني آزم شيء يعني غير نمونه
انا ما رمزكم عن زي ابو عبيد. موضوع الله يسلم حبل الحسد والغيره. وصلنا الى مرة الاول نحيد الرقاصات يغارن من بعض، الحين حتى في مال التواصل الاجتماعي شيء غيره. انا اول مره اعرف انزي انا شيء خصني ابوي، انا لا اركض وياكم ولا اسير وياكم ولا اي وياكم، انا ابوي في سبحانيتي من بيتي لين شغلي كان اسير شرق ولا غرب ورمست وحذرفت. لا بني راعي حينه شركات مال علم وخبر، يعني ما ادري شو اللي اسوي الحين. ياس مسوي شركه ما كل يوم نزلت ما ادري شو، كل يوم نزلت الاخبار ونزلت العلوم. انا ابوي خريريفات ورمسات وعندك ودونك، كان بحضر مؤتمر ولا بحضر بسافر بلاد ولا بسير فندق ولا بسير شركه ولا اسير شيء ابوي. اللي انا ما اخبر ولا ارمز الا عن الشيء اللي يوز لي، واللي ما يوز ما بطري. والشيء اللي ما الشيء اللي ما يسر خاطري وما يزك تصوير انا ما بصوره. انا تتابعني ابوي رب العرب، انا ابوي ما بظهر شيء حقير مش مرتب زين ولا شيء ما يرزى، والشيء اللي ما بغاوي ما بظهره. الرمس الفارض ما بظهرها، الفيديو اللي ما بغاوي ما بظهره، الشيء اللي ما لمعنا بعد ما بظهره. اظهر الشيء اللي انا اشوفه صح من منظوري، من منظوري اشوفه صح بظهره. والشيء اللي اشوفه مخالف ترى مخالف، الشيء اللي مخالف ترى مخالف ما بظهره. لو يقول لي اظهر حسابي، واللي بيقول لي سوي لي وطرني، واللي بيقول لي حطني ويبني في الطاري في السيره صبح ومساء. ابوي انا ما بظهر اللوادم، بظهر اللي بشوفه يستاهل، بظهر الشيء اللي الناس تستفيد منه، بظهر ابوي العلم والخبر اللي الشيء الرمز اللي طيب الخاطر، بظهر حساب انسان بروفيسور دكتور راعي حساب الناس تستفيد منه، راعي انسان عنده حساب مش تجاري، عنده حساب يعني اللي بيظهر حساب يظهر حساب روحه. حد مني انا ابوي ما بظهر حساب حد، انا ابوي جيج بدال الودي الف ودي قايد. حسابات العرب انا ما بطريها ولا يخصني ان هذا حساب زين وتابعوه وهذا حساب عدل وشوفوا شي خصني في العرب. اللي يبغاك بيك وين تكون، ما يبى ابوي اني انا ادلل عليك. ابوي السلعه الزينه بضاعته ابوي عارضه عمرها روحها، الزين كل يباه. هذا الله يحفظكم اولا. ثانيا وصل اقولكم الحسد لدرجه التشهير، ويحطون مثلا هب مثلا له صدق يعني فيديو تحيدوا الفيديو هذاك، انا روحي منزلنه، ما حد منزلنه وما حد مظهر لنا مني، روحي منزلنه لا وما عاد موجود في اليوتيوب، انا منزلنه ويجميع المشاهدات عليه وكل هالعرب تطالع. الادمي اللي بيصطاد في الميه العكره ويبى ما يدانيك بيخرب معانيك. ليه ما يدانيك بيخرب معانيك؟ خاصه لانه كان ذكر ولا انت اللي انا اطريه؟ يبى يظهر وهو ما برايم يظهر، كيف يظهر؟ ما بيظهر. فشو يبى؟ يتحرى هو ان خرب سمعه فلان ولا فلان طاح كرته، يتحرى انه بيظهر مكانه. هذه ابوي ارزاج، هذه ارزاق ونصيب، رزق ونصيبها من الله، ما حد يرمي يوده، ومحبة من الله سبحانه وتعالى والقبول عند الله. تحيدون من مدة يوم كنت في الله يسلكم في سيدني في الليفت، شيء صغيروني ويباغ مربى لي خارج إنه أنا من باب الضحك والمسخرة والرمسة عادي. أنا أشوف اللي قلته لا فيه لا زنيت ولا نغلت ولا قلت الفاظ خايسه ولا قلت ولد فلانه ولد علانه ولد زيد ولد عبيد، لا صخ يا مقطف الاذاني عن الله تصيرك يا ديتشو وما ادري ايش من هاي الالفاظ اللي اقولها وغرب اللاتك، هاي اللهجه اللي انا متعود عليها من استويت. هذا اولا. ثانيا ابوي لهجتي ورمستي اللي عديتها في حسابي، وانا حسابي ابوي ما بحساب الدوله ولا حساب انترناشونال، حسابي روح ما التواصل الاجتماعي، بسمي اسمها قصتي. الحين يشلون الكابتشر ويوزعون مدفوع، يدفعون بيزات، تخيلوا يدفعون بيزات. لاي درجه وصل الحسد، وصل لينان، وصل القهر فيهم لاي درجه. يشلون فيديوهات ويترشون المشاهير اللي من غير، بنعطيكم المبلغ الفلاني وحطوا تعليقات وضيعوا الكلام هذا وقولوا ما بزين وقولوا ما بزين وقولوا. لكن الحمد لله رب العالمين ولا حد من المشاهير اتلفظ بحرف واحد، لانهم يعرفون ليه في خاطري
ويعرفون ابوي نيتي شو هنا. انا هاي ربستي قدام الزين والشين. عيال انا ما بواحد شال للدنيا ابوه ما بمذهبنا. بقول بارك الله فيك حليلك انت ما زين حسك حس الكرمان. انا ما برمس هالكذب، انا ما اكذب. اللواته والدرب الضايع انا ما اعرف طريقه، كان صغير ولا عود يا اهل عود صغير بنيه حرمه عيوز. انا هاي رمستي ما برمسك قله ادب، هذه مجرد للضحك لرسم الابتسامه لرسم الابتسامه في كل مكان. حد يقول والله يتلفظ بألفاظ بذيئة في حق طفل بريء. أنا شو قلت حق الطفل البريء؟ قلت لي يوم قطف اللذاني عن الله تصيرك يا فيكم ما يخطيك هي ها ويا اللي وزهرمار وزغنب شو زهرمار معايرة تنغيل تزني هب تزني ولا تنقيل ولا برمس البطالي لا قلت الكلام الخايس ولا قلت الكلام العوف. رمسة عادية هذه المقصود منها الابتسامة. اللي يبى يحول كلامي الى كلامه وانه طفل بريء يعني عجيب سالفه. حين انا قلت عن الله تصيرك وصير ابوك هذا كلام بديء وخايس، هذا لا بكلام بديء ولا بكلام خايس، رمستن عاديه. واللي يايزله يسمعها واللي هب يايزله لا والله انا ما سامح حد يكتب ويشهر بالرمس القاصره. الاول صخيت، ثانيا ابوي لا بصخ ولا عندي خبر ما بكره. حين هذا اللي يسوي هالحركات تعرفون شو القصد منه؟ يتحرى او تتحرى، يتحرى او تتحرى اني انا بطري اللسم. فهم يعني بيضربون عصفورين بحجر، منه بيشتهرون وثانيا بيضيع لهم صيت وبيستعطفون اللوادمه وانه سب صغيروني. شو سبيت صغيروني؟ ونفترض اني سبيت صغيروني ابوي يعني ابوه حلواه يغطي على بلواه هالسنين كلها كل زين وزله هالكبير وبغطي مايل بغدي مايل حتى لو غلط. انا ابو غلطه في المصاحف غلطه وابوكم سبوا الانبياء والرب العالمين يغفر، رب العالمين يغفر، لا دمي ما يغفر. وزليت وقلت حرف ولا قلت كلمه ولا سبيت وطلعت بطريقه عفويه مشكله. وشو يعني شو نقص من ملك الله؟ الحين الدنيا الاغتيالات والدنيا ابوي على صفيح بركان وحروبات وسياسه ويهد وطحنت الزمان هذا كله ودرتوه قبضتوا كلمتي انا يوم قلت عن الله تصيرك وتصير ابوك. وشو عن الله تصيرك يعني؟ ولا عن الله تقفدك؟ شو يعني هذا كله؟ انا ما فاهم شو يعني؟ ودر وحين في كل التواصل الاجتماعي ناشرين خالد تلفظ ابو محمد تلفظ بالفاظ قرته قر ها يلسني ويونسني يونسني في اليلسه وهو يبيشتل قر مكانك ويعلك الحمى. هي بعد قبضوها قلت علك الحمى كجا مرحبا يازلك ولا ما بيازلك؟ يازلك والله العظيم يعني هاي روحها نشبه نشبع نبو من اقول لا اله الا الله قلتوا عليكم غضب الله. هاي مصيبه والله انها مصيبه عود. وهنا يا ابوي بنادم حالي حال البنادمي، انا ما بغير عن الناس ما بزد انا، انا ابوي حالي حال العرب اخطي واصيب ولربن يا ابوكم يحاسبني. والله سبحانه وتعالى هو اللي يعلم بخفايا الصدور. ثاني انا قصدي عن ابوه، انا بانيان يهودي ما سبيته بس بطفله مني وطريجه انا قلت هاي الرمسه، قلت عن الله تصيرك وقلت عن الله تقفدك مجرد ضحك. شال الدنيا فوق راسه، قلت له صخ يعلك ما صخ، يعلك ما تصخ. يعني بنادم انصخ بعد خانت معناته ميت، لكن اللي ما يفهم ابوي عربي اللي ما يفتهمون عربي يتحرون الرمسه هاي عويه وهي ما بعويه. صخ يعلك ما صخ. بعد بنادم لازم يعني يعلك ما صخ، يعني هذا هاي مسبه شو خانة الوادم اللي صخ. انصخ معناته مات، لا صوت ولا نصخ، مات هذا الادمي. هاي ما بدعوه هذا اولا. والفيديو هذا تدرون منزل يوم انا في سدني من شهر شهر ونص من ايام العيد ثالث العيد ورمستن عاديه وروحي نزلت ابوي على اليوتيوب ونزلت على السناب والحين وروحي امس بعد حاط منها على في سنابي بالعمالة. يعني شيء فنان الحين توهم سامعين الصفير
الحين سمعه والرمسه وتنقى والله ابو محمد خالد احبه الناس العفويته ونشى الحين يتلفظ بالفاظ مشينه في حق طفل بريء لا بريء ولا شياته لسانه ما حلط ولعنه هنا يدي صغيروني وتمي باغم وقلت لعن الله تصير شو يعني شو يعني انا ما ادري شو يعني شو المشكله انا ما ادري بها شو المشكله شو هالقهر اللي ضار بينهم شو هالقهر عنبوا لدرجه انهم يدورون المشاهير ويبذلون عليهم بيزات شهروا بنادم وقولوا ان هذا غير سوي يقولوا ان هذا مبعاقل يقولوا انكم عاطينه ما ادري شو بك رب العالمين يكس بوي دودتكم رب العالمين بغيت ان ينزل ورب العالمين يوديني فوق رب هاي بوي إرادة إلهية من الله سبحانه وتعالى إرادة من الله هذا بوي كل القهر لي فيكم هذا بوي هاي طريق هاي رجال حرمة الله وأعلم هذا رجال ولا حرمة لي يسوي هالشيء الله وأعلم به يا خير هذا كل من القهر هذا ابوي كله من القهر من القهر والحسد ابوي انا ما بقابضنكم سووا اللي تبونه اذا حد يباكم بيتابعكم روحكم انا ابوي ما تدقت حق حد لا تتابع فلان ولا يصير حق فلان ولا يصير حق فلان انا ابوي الناس كلها خير وبركه عندي لا تسبيت فلان ولا علان يبطاريهم في سناب ولا لمحت لا عن زين ولا عن عبيد ولا افتكرت اصلا انا ما عندي فاقه انا ابوي حق حد انا ابوي ما بتفيج حق حد انا ابوي هداي حق عمري انا ابوي هداي حق عمري مريح عمري واضحك واسولف واكل واشرب واشرج واغرب من يوم انا ياهل لين اليوم والصور تشهد في الموال في كل مكان وفي كل سير من يوم انا عمري 14 و13 في السير واليي هب من اليوم وحين عمري 50 من يوم صبي راقد وانا راعي سيره ويي من البارحة واليوم لفيت الكون كامل ما خليت بلاد من السبعينات وانا سير هب من يوم البارحة توني محدث نعمة توني مبرج ولا توني اطالع الدنيا الا يا ابوي ساير ابوي حتى الكونكور ضاعت منها وخبرتكم عن سالفة الكونكور من شيء 80 83 85 خبركم عن هالسوالف كلها ابوي ما بتولي ظاهر ابوي من دورة صندقة ولا من تحت بليوته من استويت ابوي انا راعي سند وبند وعلم وخبر تدريب رب العرب هب من اليوم راعي سيره وييه وحده وعزايم وسيرات وحفلات وامر وانهي واشق وارقع من استويت ما بشيء جديد هب شيء جديد يعني ما بشيء توه ظاهر من استويت وكلني عرفني الحين هالي توهم ابوي مبرجين وتوهم ابوي شايفين الدنيا ابتدوا ينتقدون ابوي انتوا ما تعرفون العرب ما تعرفون الناس يوم ما تعرفون الاخير انكم تسكتون يعني انا شو بدي من الحيله ما بدي حيله ابوي ابدا ما بدي حيله والله انا ما علي باس انا ما علي باس انا ابوي والله يا ابوك ما علي باس ولا اشكو من باس اللهم لك الحمد ابوي لا تسرق ولا تخاف لا تسرق ولا ابهام مني كلام زين ولا كلام عبيد والله يا ابو هول هو واحد امشي الحره ولا عليك مضره من استوت الدنيا اعطيني فوق قب الدقال فوق قب الدقال ويوم سوى ويوم سوى ويوم سوى ويوم سوى عجيب سالفه كل سوى وكل صار وكل يا وكل فعل وكل ترك يا غير انا ابو حاط انا زد عن العرب حاطيني البانة من أقول لا إله إلا الله إلا قلت عليك غضب الله معقولة لهالدرجة أنت أهل فاقة هاي فاقة فيكم لين هالكثر زين أمور مبطيني فوق قب الدقل البانة في ثام يتم يعني ما أدري شو عليه مطروب لكن رب العالمين هم يبوني يتم مكاني ولا أنزل تحت ورب العالمين يحضني فوق هاي إرادة الله إرادة ما حد أبوي يروم أبوي هذا شوفوا والله يا أبوكم لو بترشون الدنيا كلها ذهب ولا تدهنون سيرهم ابوي هاي هل بالتواصل وهل بالاعلان والله حطوا اعلان عن فلان انه وانه 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 لا 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 يصح الا الصحيح ابوي العرب فيهم حاسيه وعندهم حواس وعندهم مخ
يعرفون ابوي راعي التقليد، يعرفون الرمسة اللي تظهر من الخاطر، يعرفون الابتسامة، يعرفون الصدق، يعرفون التأثير اللي لازم يأثر كان ذكر والأنثى. هل بالتواصل الاجتماعي ترى ابوي وايد هل بالتواصل الاجتماعي، لكن الناس اللي الشخص المؤثر يختلف عن كل إنسان، ولو تبى تخرب سمعته ما تروم القبول عند الله. والله يا ابوك لو بترشي بيديك وريولك ولو بترشين بيديك وريولك ما شيء فايدة، ما يصح إلا الصحيح. وما تم أبوي وما مدامك تمشي، قالوا المصريين امشي عدل يحتار عدوك فيك، لو بتبذل اللي تبذله ما تروم أبوي رب العالمين يوم يبي ينهض حد ينهض. أولا ثانيا أبوي الناس ما بمخدي، الناس العرب ما بمخدي من شرق الغرب ومن شرق القرق، شو شرق القرق من شرق الغرب من شرق الارض ومغربها. الناس احب اقولها مره ثانيه ان شاء الله تظهر صح، من شرق الارض ومغربها شفتوا زين. شي ضحك ولا ضحك ولا كلمت فيهم ابوي عقل وحواس، يعرفون ابوي يعرفون ابوي الانسان العدل من المايل. لو بتظهر الدعاية 100 سنة، لو 100 سنة والله يا ابوك ما يصح الا الصحيح. يعني تخيلوا الحين حطيت الحين صورته الكلام هذا، خالد الخالدي احبه الناس بعفويته وروحه المرحة، يتلفظ بالفاظ غير اخلاقية على طفل، الشهرة لا تعني التخلي عن الاخلاق والقيم. هي ان شاء الله يعني الحين انا متخلي عن الاخلاق والقيم، قابض افر العرب ابوي بحصى ما بصاحي، انا ربيتي قاصره ما في حاسيه. والله هب مشكلتي انت ما تعرف عربي ولا انت ما تعرفين عربي، وما بمشكلتي ان ما حد مطاعي ياخذ الفيديو وينشره من الناس المشهورين بالقو، ما بيشهرونه. ابوي فيهم عقل وحواس ويعرفون ان الله حق، لكن ابوي ليه جسمتوا عليهم ظهروا الفيديو هذا الا في الجروبات العاديه مثلكم وشرواكم، ناس ابوي قاصرين عقل وقاصرين دين وما فيهم حاسيه، واللي صدقكم الا شراتكم، واللي صدقت الله يا ابوكم ولا تحركت شعره من ينبي ولا افتكرت لا في الكلام ولا في الفيديو. والله ولا والله يا ابوكم لا في حره ولا في غيط، وهاي الرمسه حينه انا مبوري كل يوم ارمس بالساعتين والثلاث اقصر دوب ويا العرب والناس اللي تتابعني في داخل الامارات وخارجها على ما تشوفون. اللهم لك الحمد في كل بيت وفي كل خنخوش وفي كل مستشفى وفي كل جامعه وفي كل دوام وفي كل اللي قاضي الزامات وفي الجبهات وشرق وغرب واللي في المستشفيات، الناس كلها مبسوطه ما اسوي شيء غلط، ما اغتاب ولا اطري زيد وعبيد وفلان، هذا اصله فلاني وهذا يدان ولا ايلس اقلد شاب التقليد ابوي، التقليد ابوي ما يمشي بارك الله فيكم. كانت حرمه وتقلدين حريم ابوي كرتش ما بيمشي، وكانك ريال وكانك ريال ابوي تقلد ريايل من غير، لازم كل انسان كانت حرمه ولا ريال، هل تسمعيني كل انسان على وجه الكون لازم يكون له شخصيته المستقله، ما يجلس يقلد فلان ولا تقلدين فلانة. وين شخصيتك؟ شخصيتك الأصل أنت وين؟ شخصيتك أنت كفلانة بنت فلان ويني؟ ليش تتعلقين أبوي فلان وعلان وفلانة وعلانة؟ وين شخصيتك الأصلية أنت؟ ينان هذا هو كله؟ هذا ينان؟ هذا كان ينان أبوي وايدين أبوي المينن أرسقوهم أبوي وايدين المينن ارسقوهم مثل هاي، ولا تأتوا السفهاء أموالكم، أنت أبوي شارك ذكر ولا أنت من عدة السفهاء، السفهاء الإنسان السفيه ما يعطوه حتى ورثة يوم يموت ما يعطوه ورثة لأن السفيه. الحين علي أنا باكر لا ولا باكر إن شاء الله إذا الله جعلنا بالحيين بيكون يوم الأحد إن شاء الله عشاية عند عيالي في أبوظبي إذا الله جعلنا بالحيين. أنا بتوله عليك يا علي، بتولى عليك يعني بتولى شو بتوحشني يعني بتوحشك يعني حتوحشني انا بتولى عليك قوي 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 لا يكون عاد مصدقني اني بتولى عليك لا ودحيي ما تكذبش
يا راجل صراحة يعني هي هي لا يعني أنت يعني معرفة يعني قديمة وكلنا وشربنا وربعه يصلح لك حالك يعني. المهم هي المهم ما تغيبش علينا. إنزين وكم يعني يعني أي بعد شهر تقريبا مش قليل طول ابعد حبة تزيد محبة. شفت المثل المصري هي يعني يعني اوعى ما تجيش بس مش دلوقتي بعدين لا والله انا ما نقدرش على بعض يعني والله وانا بعد ما اصبر لا عن مصر ولا عن اهلها ولا ويقول حق الجماعه تصبحون على خير وبسكم من الرمسه من الصبح نفخت لهم راسهم الكلام يعني انت دلوقتي عايزني انا اللي اقول لهم تصبحوا على خير وهيطلعوا كل يوم انا اقولهم وهيطلعوا على خير لما خير اديه تقول لهم تصبحوا على خير لا 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 ما شاء الله عليك حبيبي يسد انك تصلي وخايف من الله الحمد لله مرشرات حد من العرب ربنا يهديك لا صلاه ولا دين ربنا يهديك ها صار الله اكبر يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا شيخ الله بالله ما شاء الله رمز للمعاصي رمز للمعاصي لا اله الا الله ليه يعني كيف لا اله الا الله اللي ما يصلي ما كافر لا لا مش كافر كيف عيال ما يصلي بصلي الفجر والصبح قبل ما صلى المام ويهي يصلي الفجر والصبح يعني فرض واحد مش حاجه صبح لا الصبح مش فرض يا ابو كلا كان الغني عن الصلاه يا عم ربنا يتقبل وانتوا على الخير اللي جايتكم ما هو ربنا هيتقبل بس فرق بين الفرض والصلاه هو ربنا بيتقبل مفيش دعوه افتكر بالاشكال دي بالاشكال ربنا يصلح لك حالك ويهديك و...